كيف حالك يا حاج؟ تمام. شو أخبارك؟ والله تمام مبسوط. تمام الحمد لله. شكلك مش مبسوط. والله رجعت من تركيا كانت من يومين يعني مبسوط. كيف شو كيف شو اسمك؟ قاسم نزار. لا هلا قاسم أوغلو اسمك. طيب يا شباب، في معي كلمات فلسطينية صعبة نوعا ما، بدي اياكم تتوقعوا معناها. اوكي نجرب. شو يعني مبوجر؟ شو مبوجه؟ مبوجر ما صح هيك. مبوجر 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 طبلوج كبير ما صح. شو يعني طبلوج؟ ما صح هيك يجي مدحبر. قصدك مدحبر؟ لا لا وجه احمر. لا ممكن يكون وجه ازرق بس احمر لا صعب شوي. مبوجر يعني بكره يعني بكره. مبوجر يعني قصدك باكر. اه لا اعتقد خربان هيك شيء. خربان؟ يعني اعطيني خيار ثاني. مش عارف. طب خيار ثالث جربي. بدي ساعد. لا نسيك الناس. شو اتفقنا اول شيء؟ يعني هي مبوجر يعني واحد مبوجر. طلع على المصور زي هيك هو مبوجر. مكشر؟ منكد. منكد؟ اه شغال من الصبح تحت الشمس ماكل هواء. آه مكشر. مكشر منكد متضايق يعني هاي القصص. طب شو يعني واجي؟ واجي 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 وينك؟ لا شو؟ واجي وينك؟ يعني؟ مش فاهمة؟ لا مش فاهمتها صديقي. الحياة صعبة. اه والله يا اخي. فلازم تتوقع معنا واجي. واجي واروح مثلا؟ واجي واروح؟ كثير سهلة. واجي. 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 يعني هي فعل امر واجي. واجي شوف. واجي تطلع. واجي علي. والله حاج رهيب انت يعني. والله انا عمري 85 سنة. هلا ححكي لك جملة بترجمي لي اياها انت. جملة فلسطينية كح. اه. احر بالكشاعة كان زبلة على السيارة. لا حول ولا قوة الا بالله. بعرف شي شي. كشاعة يعني ضرب بريك. لا احر. بكمست الكداحة. اه. وولعت السيارة. كشاعة النظارة. لا هذيك النظارة معناها الشوافة. الشوافة. اه. تلاصيم حاسس تام. يعني راح بعمل حادث. هو في سيارة بالموضوع. هو في حادث. راح بيعمل حادث. لا بس. يعني هو في إشي خرب. طب ما تغششنا. احكوا عمين يا شباب. أحر اتطلع. اوكي. الكشاعة اللي هي المراي. اوكي. كامت ايه؟ زبلعت. زحلقت السيارة وايش قلت؟ دهورة. دهورة. سيارة شو يعني؟ السيارة اللي هي العربية. تشرح السيارة عن جد. طيب هلا بدي اياك انت تحكي لي كلمات فلسطينية غريبة مع معاني. تعرف القبعة؟ شو هي؟ القبعة. لا شو يعني؟ اللي هي زي سلة كش مجورة تكون. وين هاي بتنحكى الكلمة؟ هاي بتجمعين. مدحوسة. شو يعني؟ يلا انت كلمة فلسطينية. شو بعرفنا؟ بدك تعرفها. يعني اذا بقدم برنامج لازم اعرف كل اللهجات يعني كل الكلمات. طيب. يعني مصدية. ها؟ مصدية. وين بتنحكى هاي؟ يعني الناس اللي كتير زنخ فبتحكي انت واحد مصدي. كالوشي بتعرف شو؟ كالوشي؟ كالوشي. لا شو معنى؟ كالوشي يعني منجل. منجل؟ اه الكالوشي المنجل اللي بقصده فيه باليد. اه اوكي. حسرس. شو؟ اي انت استغربت. حسرس. شو يعني؟ هل بتكون تحت القهوة شو بيحكوا لها؟ حتل القهوة؟ ايوه حتل. زلط. يعني زمط زمط. زمط يعني ايوه بالضبط يعني بالضبط. ما لهاش معناها يعني هيك سحل يعني راح. مكدوم اللي هو المنكوش برضو بلغه قرطاويه زي الطريه زي الفاس قصدي. اه بيجي صغير. اوكي. مدوعر. بتعرف شو معنى مدوعر؟ شو يعني مدوعر؟ يعني نازل هيك مدحدل. حلو اوكي. بتروحش سهله. شو يعني سهله؟ يعني تروحش على محل. حلو شوفت احد شايف انا نايس. هاي الكلمه جميله جدا. اه هي كل احترام. ثانك يو. مز. شو يعني مز؟ يعني مر. مز يعني مر؟ طب ما تحكي مر ليش حطيت نقطة على ال على الراب؟ فلسطيني. مر. قرطل. اسأل عن القرطل. يعني شو الإشي اللي بتحكي له قرطل؟ السلة بروح باخذوها بلقطوا فيها تيم. مهلس. بتعرف شو معنى مهلس؟ شو رأيك؟ ما في حدا فلسطيني يعني. بيعرفش يعني مهلس؟ في كثير. أنت مهلس يا حد. ولا يا زلمة. طراحة. شو يعني؟ طراح. طب انت لازم تحذر. بعرفش والله. طب جرب. والله ما بتحذرنا احذر انت. والله مش طراحه. شو يعني طراحه؟ طراحه يعني بعرفش. فرش. فرش نايم واحد. اه طراحه مطروح. ما أيوة. طارح وهيك. آه. طارح المطروح. جالك نيع وهذا مش عندنا يا عم. لا لا جالك نيع وهذا ايش هو الشيء اللي هو رصيع. جالك نيع رصيع. ثانك يو شباب. بتعرف كلمه نابلسيه؟ احكي لي. ابوك صاحبنا عرفها؟ شكرا حي. سلام سلام. خربه لفه شو كمان؟ شو كمان؟ اه حتى
خلك شو كمان في عندك لما تتفاجأ من إشي بحكي لك عزة. ممتاز حسن. بس هاي هيك يعني. أنت من وين؟ من الخليل. بدك تروح اليوم على الخليل ولا تحب نوصلك ولا شو؟ لا بروح يوم الخميس بس. شو رأيك تروح اليوم؟ طيب يلا.